هنا أيها الإخوة أحيانا يكون الأمر في اضطراب، يعني لا ندري هل هو رضاع أم غير رضاع. مثال ذلك أن ترضع امرأة ولا تتذكر هل أرضعت هذا الطفل أم أرضعت غيره، قل ما أتذكر، أنا راضعة فلان وفلان ما أتذكر، فيقع في إشكال. أو أنها أرضعت لكن لا تذكر هل هو مص، هل مص ثديها أم لا، لا تتذكر. ولذلك أحيانا بعض المسائل تكون مشكلة، هل هذا الطفل قد أكمل العامين أم لم يكمل العامين. عن بعض الفقهاء يقولون إذا أرضع طفل بعد ما أتم العامين لكنه لم يفطم بعد، لم يفطم، فبعض العلماء قالوا أن هذا الرضاع لا يستفيد منه هذا الرضاع، فلا تكون هذه أمه من الرضاع فتحرم عليه وتحرم عليه بناتها، وأيضا لا يستفيد منه بحيث يتزوج من بنات هذه المرأة، فلا يمنع، فهو يمنع الزواج ويمنع المصافحة والخلوة، يعني ما استفاد شيء. ولذلك من القصص التي ذكرت لي عن أحد النساء أنها كانت مشغولة وسمعت بكاء طفل فظنته ابنها فأخذته وأرضعته، فانتبهت في أول رضاعه أنه ليس ابنها فأبعدته، فأصبحوا في شك هذا الطفل أن أرضع ولا ما أرضع، وكان آباء هذين الطفلين موجودين، ما رأيكم؟ قالوا اقطعوا الشك باليقين، خلاص هذه كانت خالته أظن أو زوجة، يعني زوجة يعني حد من الأهل على كل حال، فقرروا أن ترضعه فعلا بحيث يصبح الآن على يقين أن هذه أصبحت أمه من الرضا، واضح؟